الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. في هذا المكان بدا الحفظ الكتابي لتعليم كل المصري كيف يكون الكتاب وكيف يكون مواقفه. وفي هذا المكان خرج المفكرين والمبدعين وخرج كل امثال مصر او طلاب الاولياء والشرفاء يعبرون من هذا المكان من خلال الكتاب ومن خلال معالم الكتاب عن حقيقة متماثلة لشعب مصر الأمين، الشعب مصر الحقيقي الذي عبر للعالم الأجمعي عن مفكرين وعن أدباء وعن علماء أصبحوا مناراً للعالم الأجمعي، فمصر ملأت العالم ملأت كل الدنيا بعلمائها الأجلاء ومفكرين حتى أصبحت مصر مناراً الأولى للعلماء ومن هذا المكان هو معهد الله الكتاب الذي يقام فيه هذا الحفل الكبير. بحضور معالي السفير الدكتور عبد الحميد بن يونس سفير النوايا الحسن وفي حضور الاطباء وفي حضور المفكرين والسياسيين في ندوه فكريه في هذا الوطن الذي يحتاج من الجميع الوقوف جنبا الى جنب لاخراج قيادات شعبيه وتنمويه وثقافيه بارزه تعبر عن حياه مصر باجمعها وتظهر للعالم ان مصر بعلمائها وعلمائها ومفكرينها تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعو دائما لتطوير التعليم والعلم والعلماء ويدعو دائما لتجديد الثقة في علمائنا ومفكرينا فهيا بنا لنبدأ هذا الحفل القرآني بآيات البينات من كتاب الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ سامي علي أيوب. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سامي. هو يا اخي. وانصرك الله نصرا عزيزا. وندعو الله ان تكون في ميزان حسناته لصالح مصر
مصر بلد الحضارة، بلد الأمراض، بلد الخير والنماء، بلد الخصوبة، بلد العلم والمعرفة. نحتفي به اليوم في اتحاد كتاب مصر. اتحاد كتاب مصر هو بيت الكاتب، بيت الأديب، بيت المثقف، بيت الشاعر. هذا المكان يعتبر وزارة الثقافة الحقيقية التي ينتسب إليها خيرة كتاب مصر، لسان المجتمع وضمير الدولة، وهم المعبرون عن آمال هذا الشعب وأحلامه ويفكرون مشاعر الحب والحماس والفخر في كل رموز. لن أطيل عليكم في التقديم. دكتور عبد الحميد ينتمي إلى قرية الحاكمية مكتب ريد غفر، وكان جده عمدة القرية، وهو بدأ حياته ضابطا، وإن كان حصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال، لكنه طبعا يرتدي خلع الزي العسكري وارتدى الزي البدني ليقوم بأعمال أخرى يتمم بها عمله لخدمة الوطن. عاشت مصر وعاشت الأمة كلها في خير ونماء ما دام لدينا رجال يعملون ونساء يعملون لصالح. لن أطيل عليكم، ولكن أقدم لكم الليلة الضيف الليلة الدكتور عبد الحميد في كلمة يحدثنا عن مشوار حياته وعن تجربته الذاتية في العمل الاجتماعي في العمل الثقافي، ثم نتبع إلى دراسات أو محاضرات من الأساتذة الأفاضل الذين حضروا لتحيته. فلنبدأ بالدكتور عبد الحميد يونس ليلقي كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، شرف عظيم لي أن أكون بين الكوكبة الشعرية والعلمية من العلماء والأدباء والمثقفين، لكن أنا هكلمكم بالعامية شوية. مهندس الدكتور عادل الانتصار، أنا جالي مكالمة امبارح من عمي واسمع مالي إلى النهاردة. المكالمة دي كان نصها كالآتي، اللي بتكلم إن أنا هبدأ بالتكالي ونرحب بكل سلام. كلمني عمي وهو على المعاش وكان مدير عام لإدارة الأشغال لهيئة قناة السويس، دي وظيفة كبيرة جدا في الدولة هي نزلت. فكلمني بيقول لي أنت رايح الاتحاد الكتاب، فقلت له أه، قال لي إزاي رايح؟ إيه اللي وصلك؟ الاتحاد الكتاب. المهم قعد يعيط، فأبكى. فأنا بقول له طب أنت بتعيط ليه؟ قال لي أنا بعرف أتكلم، لكن لما أقعد قدام الأدباء والمثقفين أو في اتحاد الكتاب لازم أتجه. أتكلم إزاي؟ أنت تتكلم إزاي؟ المهم قعد يبكي، قال لي ده المكان ده كان فيش فرنشوشة، في ثروة طبازة، في موسى صبري، في ضفيرة، في أكبر كتاب مصر، إزاي أنت هتقعد على المنصة قدام العلماء والأدباء؟ قلت والله هم عايزين يكرموني، لكن أنا أقل من ذلك من كسر. ربنا يكرمك. أنا حسيت الكلمة دي الأول، عشان هو ففي الآخر راح لعيب لي دعوة. هو راجل كبير عنده فوق 64 سنة، قعد يبكي وهو يبكي معايا في التليفون، والله العظيم وشاهد على ذلك ربنا. المهم أنا يعني لما قال لي الكلام ده أنا التجبت، أنا هبكي أقول إيه قدام الدكتور علي مطاول أو قدام أستاذنا الدكتور صابر عبد الله أو قدام الشعراء والأدباء والمثقفين الموجودين. فأنا قلت لا، هو هيجي القوت الرباني كده هو اللي هيجي. أولا برحم بأعضاء هذه المنصة وأشكر أستاذتنا الشاعرة الكبيرة الأستاذة نوال مهنا،
وشكر خاص لأستاذي وأخويا الكبير أستاذ الدكتور صبر عبد الدايم يونس، وشكرا للأستاذ الدكتور علي مطابع والأستاذ مرسي فرحات نائب رئيس هيئة الدكتور. شكرا لكل الشعراء والندباء الموجودين، شكرا لكل المثقفين، وأشكر كل قرايبي طبعا اللي لهم يعزوني من بلدنا الحكمية، كل ولاد عمي إخواتي اللي موجودين واللي جايين في الطريق، الطريق كان زحمة جدا، فأعتذر للمنصة اللي هي بعمل إن هم غصب عنها. بداية إحنا العمل العام أنا يعني شفت الفريق أول ما رئيس عبد الفتاح السيسي بدأ يمسك هيمسك البلد خلاص شباب، فقال يا جماعة أنا ما أقدرش أدير البلد لوحدي، لابد يكون معايا معاونين في كل بلد. مع كل أسف إحنا كل واحد عايش في همه بس، لكن على كل واحد مقتدر أو له صدقات أو له معارف إن هو يساعد بلده. فأنا خدت الحكاية دي على عاتقي وبدأت أشتغل في عمل عام في بلدنا وفي بلد الأردن، ولا أخفي عليكم أنا بتهاجم من كل الجهات حتى أقاربي وهم سامعيني دلوقتي شايفيني على المباشر يهاجموني وأقول ماشي والله العظيم والله العظيم، والراجل المرسي ليه فرحات يعلم هذا الكلام، وانا كلمته في البلد. فانا قلت له انا ماشي غلط ولا صح؟ قال لي انت ماشي صح وانا هجي لك. وفعلا الراجل جه وجه قبل مني وانا اشكره جدا. العمل العام الله يرحمه رحمه الله عليه هو اللي علمني المستشار عبد الحميد يونس، واول كلمه قالها لي عبد الحميد اشتغل عمل عام استحمل الناس. الشارع حميد يونس كان كاتب صاحب كبير، وكان صلته بهذا المكان صله كبيره جدا، وكان كاتب صحفي، ومن احد الاعمال بتاعته اللي عملها الخيريه اللي علمتني انا عمل كتاب اسمه كتاب حكايات قضائيه. فواحد وقال الكتاب ده لو جاب فلوس اتبرع بيه، وفعلا الكتاب جاب ايامها حوالي 10,000 جنيه مكسبه، الكلام ده في سنة 99 جاب 10,000 جنيه، راح مدين 10,000 وقال لي تديهم مقابر في بلدنا، والى الان وهذا يعني هذا الموضوع يعلم الناس كلها ابني قدرك الاول قبل عملك، تبني القبر ازاي بالعمل، اعمل اعمال خيره هو ده القبر بتاعك. انا هنتفق انت هتفني اخويا هيدفني، لكن الاعمال لا، مين فينا ما بيعملش سيئه هيعمل، لكن لازم يبقى في حسن، لازم يعني بعمل خير يشيل ده كله عني. فخدت الحكايه بقى الله يرحمه شرف حميد يونس، كنت بروح اقعد تقريبا كل يوم ثلاث ساعات ده اقسم بالله العظيم. هو مات سنه 2003 في اخرها، الى اللحظه اللي بكلمك فيها ده هو اللي علمني ازاي اتكلم، ازاي اتكلم في التليفون، ازاي اقابل فلان، ازاي اقابل علان، ازاي اعمل خير، اعمل ايه، اجيب فلوس ازاي، هو اللي علمني. وانا عايز بس احكي لكم الاعمال الخيريه اللي احنا بنعملها. الدكتور صابر كان بيقول لي انا عايزينك انت بتهدي ايه عشان نموت، لكن انا والله العظيم انا قلت له حتى هو بيقول لي كده، وانا قلت له علي قلت له معلش انا مش عايز حد يقول، والله مراتي موجوده غلطانه في الكلام اللي انا بقوله ده. انا هقول الكلام ده عشان كلنا نعمله، كل المثقفين كل القادم لازم يعمل. لو كل بلد في بلدنا فيها واحد ثاني، كل عيله في عائلات مصر فيها ثري، الثري ده مش كاتبه مش نور لوحده ولكن لاهله، لكن هو بياخدها لنفسه. يجي الثري في بلدنا مثلا غني جدا معاه ملايين، ولكن هو يقول لك لا انا رحمه الله عليه وشرف بيه مش فانا بقول له فلان معاه ملايين، قال لي هو حاططهم في خزنه لكن انا بحط في خزنه، فخلينا مع بعض. ده هو اللي علمني ازاي اعمل. فبيتاجر انا دلوقتي بتاجر مع ربنا. في بعض من الناس بتتريق بتتريقوا عليا وانا مبسوط موجود، بس
الرجل هو اللي بيشهد على ذلك مفيش مشاكل. برضو الكلام ده ما بيأثرش معايا يعني. انا حتى واحد كلمني امبارح في التليفون ابوس رجلك ربي ولادك والله العظيم وهو صاحبي وصديقي في الكلام اللي بيسمعه قال لي انت عندك ولاد صغيرين رهيب الناس مش عايزه كده. قلت له لا طول ما انا بعيد عن السياسه وفي عمل كده استمر. قال لي طب انت ايه انت يعني ظهر ناس كتير عندنا في البلد لكن انت ظهرك مين؟ فانا قلت له ربنا ظهر. وقف وهله من الوقت في التليفون ما عرفش يرد عليه. لكن في الاخر قال لي انا بخاف عليك انا شايف اعمال ما فيش حد في مصر بيعملها دلوقتي. كل واحد مستخبي عايز يعيش في مصر يربي ولاده والمدارس وكذا يروح مصيف يروح مش عارف. قلت له انا برضه هستمر ان شاء الله باذن الله. فالاعمال الخيريه اللي انا يعني اشعر بيها ولي الشرف ان انا بعملها مش عايز حاجه والله العظيم والله انا بعملها اتباع وجه ربنا. لا عايز شكر من حد. كنت بقى لكن الدكتور صابر الله يبارك فيه والاستاذ نواف قالوا احنا عايزينك ان انت تتكلم عن الحاجات دي في المجتمع عشان الناس اللي موجوده اللي ممكن يعمل في بلد يعمل في المنطقه في الحي يعمل مع اولاده مع اخواته. بفضل الله بفضل الله انا يعني ما بكون في البلد لازم يحصل زي انحراف ديني في البلد اي كان. انا موجود خميس وجمعه ان شاء الله 10 ايام العشر ايام دول دائما وابدا الصيناصه الدينيه اللي المشهد ده قرا فيها مولانا الشيخ سامي قبل كده كتير جدا من اكبر قراء مصر اقلهم الشباب لكذا وكل الناس. وانا ببقى فرحان جدا ان انا اعمل اكل واكل فلان او اي بيت جاي محدش عارف قيمه الضيف. الضيف هو اللي جايب لك الرزق انت فاهم. اوعى تفتكر انت جايب له لحمه ولا فراخ ولا بط ولا وز ولا الكلام ده يعني انت جايبه من جهه. هو بتاعه وهو جاي وهو رزقه انت خدام بس. فانا بعتبر نفسي خدام لاي عمل خير. المكان الدكتور صابر والاستاذ نوال وبعض الشعراء والكتاب المسكتين اللي هم عندنا من البلد هذا المكان بقاله حوالي 150 سنه بيتوارث جيل فجيل. ربنا بعت له واحد كده يخدم عليه مش ينظف فيه ولكن يخدم عليه بالضيافات. يخدم عليه لو واحد جاي مريض وعايز يتعالج ما معهوش فلوس يعمل ايه؟ بالله عليك احكيلكم نموذج واحد لواحد افرس ومراته افرس. مراته وقعت في الحمام حصل الحوض بتاعها يعني اتفتح وما معاهمش اي حاجه. راحوا جايين العزاب بتاعهم وباعوا الذهب وعملوا عمليه على الدكتور صابر تقريبا 65000 وقعدت سنه وثلاث شهور قاعده السرير. فواحد اخر القرص دول بيداروهم اصحاب. واحد اخر صاحبه قال له دلوا عليا. فراحوا جايبين السن وقالوا الوضع كذا وعملنا كذا كان معاهم قالوا عايزين نشيل مسامير عايز منا 13000 جنيه. قلت له بس تروحي بكره؟ قال لا خليها بعد بكره. تروحي بعد بكره لفلان الفلان في جامعه الزنبرازيل. فانا كلمته وعنده هذا الخاص قلت له الدكتور احمد الدكتور احمد وراه واستاذ ورئيس قسم العظام في جامعه الزنبرازيل. قلت له احمد عندي كذا 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 وتعمليها الحاله دي وتكلم اي تكليف عنها. قال لي يا باشا انا هعملها والله حصل عيادتي الخاصه ومجانا وقد حصل. الست عملت العمليه وربنا نجاها وجات لي في الايد ماشي على رجليها الايد اللي فاتت. فجايه تشكر لي تبوس راس عايزه تبوس ايد لا اوعي ده انا بوس رجلي انت في سواق. فالاعمال الخيريه قدام كل المجتمع موجوده بس احنا اللي بنربط احنا عنها. ليه؟ المساعد المريض المساعد اليتيم المجيب اليتيم تملي
انا يعني بعض من الناس في بلدنا هو الراجل ده جامد لما يجيبوا كل طفل 20 طفل 30 طفل كل واحد تبني. بالعكس انا ببني جيل جديد بحبب الاطفال في بعضهم واقول لليتيم انت موجود واحنا موجودين واحنا تبنيين. لما تيجي ست اربعه رب ولادنا بفضل الله انا كبرت حوالي 30 ست اربعه بلدنا وعشان ما احرجهمش كتبت الام المثاليه مع سته جواب كده. فبعض الناس يعني برضه اللي هم مرتبي ولادهم مثاليه عندها بقى صبايا وتجار كل الفلاح يقول لك ابدا ما هي مثاليه هي ما اتجوزتش وقاعده تربي عيالها. دي احسن عندي منك انت او منا انا انها صبرت على اولادها اطفال وتعطلت عليهم وهي عمرها 20 سنه او 25 سنه. وانا عايز اضرب مثل برضه واحده هي ما شاء الله دلوقتي رئيس قطاعات في وزاره الكهرباء خلفت اربعه وجوزها مات وعمرها 23 سنه. تعمل ايه؟ وهي بكورس تجاره. ربنا سهل اشتغلت وحاليا دلوقتي رئيس قطاع في وزاره الكهرباء وجبتها الثلاثه المهندسين وانت والى الان ما اتجوزتش اتجوز فيعني ففي نماذج كبيره جدا موجوده في المجتمع بتاعنا. فاحنا المفروض علينا ان احنا نساعد الناس دي ولو انك انت تقابله تواسيه لكن مش احنا انا مغفل عنه مكملين. احنا عملنا عندنا عندنا برضه عملنا تكريم شهداء لقمه العيش لامهاتهم ماتوا على الطول. دي كانت يعني لفته كبيره جدا من بعض واستاذنا الدكتور حضر كنا عاملين صوان كبير جدا واكل كتير ووزعنا لطيف كتير على الناس وربنا كرمنا. يعني كفايه ان واحد جد لاخد وطفل عنده ابوه ميت عنده 40 يوم. مش عايز اقول لك المنصه كان عليها حوالي 15 واحد كلهم اعضاء مجلس نواب واساتذه من كان لسه الدكتور علي ما طلعش كان في يعني كان يعني كنا واقول حاجه مش انا اللي بعمل كده كل الناس اللي بتساعدني الدكتور صابر الدكتور علي انا خدام بس. حتى اقول للدكتور علي اقول له لا انت اقول له لا انا خدام خليني خدام انتوا عليكم انا اوظف حط كرسي هنا حط ترابيزه هنا وده يتعامل عليكم. فلما كبرنا الاطفال دي المتوفيه اكثر من واحد كان مسافر توشكا مات 12 واحد 13 واحد في حادثه وما عندهمش حاجه. يعني توشكا ياخد 2100 جنيه في توشكا يسافر فيهم ب 600 جنيه يبقى 1000 ونص ياخد فيهم ايه؟ فاحنا بقى لما نديله حاجه زي كده تريح قلبه شويه يقوم يهتم للدوله يقوم الدوله فيها ناس خيره. لما احنا كلنا نعمل كده واستاذنا الدكتور صابر هو يعني معلمة واستاذي وقبل كده كان بيعمل كتير لكن ظروف السفر وظروف الدكتور علي يعني الموضوع سواء الموضوع مش ماهوش مكلف قد هو شهر لكن انت بتحس بالعمل. انا كنت في زياره انا واستاذنا الدكتور علي مطارح شخصيه كبيره مريضه وانا راكب في العربيه قلت انا مرتاح ان انا اروح وزرت مريض. هل ده يعني بعد فكل اي واحد موجود في منطقه البلد يعمل اعمال ويقول لله ربنا هينصره دايما. هتلاقي دايما اصحاب الشر موجودين مش هيسيبوك ومن قرايبك تمام. استمر وما يهمكش. يعني عملنا اعمال كتير جدا وانا كنت نفسي والله العظيم اخليها على مستوى محافظه الكلية لكن يعني الموضوع بمنتهى الصعوبه كل واحد في بلده لازم الحكايه دي تنتشر. وانا كنت في قناه تلفزيوني وحتى قلت كده على قلت كل واحد هو الرئيس مش هيعمل كده كل حاجه. الرئيس هيعمل لك كوم يعمل لك لكن مش هيديك بطانيه مش هيجيب لك قلم مش هيجيب لك كشكول. احنا علينا احنا كمثقفين والمثقفين هم اللي بيعملوا مصر. الصين نهضت ب 5000 مثقف في الثوره الاخيره. الصين حصل فيها ثورتين زي مصر الثوره الاخيره بتاع الزعيم بتاعها قال اتوني بالمثقفين
وخمس تلاف مصطفى زي أستاذ محمد الشرقاوي وزي أستاذنا وليا الدكتور مسيح يعني جاب المثقفين زي أخونا أستاذ صابر الميلة يعني جاب الناس المثقفة دي وبدأ يبني الصين النهاردة الصين من أكبر دول العالم بالثقافة الثقافة بدأنا وبدأنا بيها في مصر في كل بلد في كل منطقة في كل شارع في كل ديوان موجود لو بدأنا الثقافة نجحنا وفجأة مصر وأنا أشكركم وروضونا وإن شاء الله إن شاء الله الآن اللي جاءت أحضاروا معنا صاروني من الثقافي وعلى أدخل على الفرمونس لأن هو الدكتور صابر كان منبع عليا إن أنا أقول الفكرة كانت السنة أولا الحمد لله بفضل الله صاروني الثقافي ما هوش على اسم أبويا على فكرة ولكن على اسم جد أبويا اللي هو يونس المتوفي سنة 1933 مفروض رسم عشان ولاد عمي عليه هنا لفكروا انا تعبوا الصالون ده انا عامله باسم جد والدي المرحوم يونس دابر وهو متوفي سنة 1933 فانا فكرني بشهادة المثقفين والشعراء والإدارة والمقارنة من أكبر الصالونات يعني حقيقة يعني يبقى موجود حوالي 30 شعر أو 40 شعر أو مثقف موجودين حوالي 40 واحد حاجة كبيرة جدا موجودين إعلاميين ومتابعين إن شاء الله في 14 في وقت من اللي ابتدى يجي ووقت من اللي ده الإضافة الجديدة بتاع أنا يعني فوضت على حضراتكم والطريق أنا أشكر على كل اللي جم وعشان يشاركوا معنا فعاليات هذه الندوة المباركة بشكر عليهم الطرق والزحمة والإصرار فأنا بشكرهم جميعا وبشكر الأستاذ حسين حمد رئيس المجالس الشعبية شكرا للأستاذة العظيمة نوال مهنا والأستاذ الدكتور سارة عبدالله يونس ومولانا الشيخ سالم وأشكرك السلام عليكم شكرا الطيب الكريم أشكر على هذه الكلمة الصافية الوفية التي أوضح فيها عمله الاحتواء الاجتماعي أو الثقافي والحقيقة هو يتاجر مع الله كما قال سبحانه وتعالى في 10 ثانية لأن الله سبحانه وتعالى ورد في أقوال وراء في أقوال الأنبياء أقوال والعقل الجيد لا يوجد شخص تبرع ويتفعل بأقوال وخصها أبدا لأن بالعكس الترك درجة من الله سبحانه وتعالى واجداد أبشير هذا يعني دور كل مثقف شروط وإذا لم يجد ما يتصدر فيه مثقف كثيرا ولكن حقيقة ما يكون أكثر كمثقفين هو دوره يعني كعمل مثقف
ممتع أنشأه في قرية ونادرة فنجد صابون في قرية دائما الصابونات الكبرى في الهدف كلها فالصابون صفاق في هذا الحي يحضره أو يعطه عدد كبير من الأدباء والشعراء والمثقفين من المدينة يأتون إلى القرية فهذا نادر في مصر وفي كرة مصر وهذا حقيقة جهد يحمد له ويشفق الحقيقة أنا عايز أقول إن المجتمع يدور مع الثقافة تقدما وتحلما إذا افتقدت الثقافة افتقدت المجتمع لأن الثقافة هو الخطيرة التي تقدمت المجتمع المبدع لديه خيال لديه رؤيات لديه رؤية مستقبلية ممكن إنسان المجتمع هم المعبرون عن أمال الآخرين ولذلك لابد من الاهتمام بالجانب الثقافي والادبي. نحن هنا في حالتنا بين الكاتب المعقول وبين المبدعين نشر يعني مثل اللجنه الفكريه التي نشر كنفسها والتي تضم عدد من الادباء منهم الدكتور نسيم عبد العظيم مقرر اللجنه كل استاذ محمد الشهاوي بتاع لجنه والاستاذ ناديه الكيلاني من الأعضاء في اللجنة فاللجنة الفكرية بعض الصالون الشمالية تتناول فيها الرؤية الفكرية التي تضيف كمان الشرقية بعد كلمة الدكتور عبد الحميد يونس ربما يكون لكم تعقيبات أخرى مع خلافكم نبدأ بكلمة أخرى في هذا المساء الحافل للأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم رئيس رابطة أدب الإنسان العالمية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وبعد فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته هذه ليلة تدعو للفرح تدعو للسرور تدعو للزهو لأنها ليلة لها عنوان قد يكون مختلفا عن عناوين الأدباء هو مزيج بين العمل الشعبي والسياسي والعمل الثقافي وأرجو وأدعو اتحاد الكتاب أن يعقد مؤتمرا حول هذا العنوان القيادات الشعبية والتنمية الثقافية إن شاء الله لا والله لماذا لأن القيادات الشعبية في كل قرية قائد شعبي يتمثلون مثلا في أعضاء مجلس النواب يتمثلون في المحليات يقوم في بعض الناس لهم ميزات كثيرة فإذا يعني رسخنا هذه القيمة في المجتمع المصري لرأينا في كل قرية الثقافة تزداد لماذا؟ لأن الثقافة فروعها كثيرة منها مثلا اتحاد الكتاب واتحاد الكتاب هذا منارة وكما قال في السنوات بوزارة الثقافة في مصر يقوم بدور كبير جدا وفروع في القرى وفي المحافظات وكثرة فروع اتحاد الكتاب ولكن إذا انتقل هذا المفهوم إلى القيادات الشعبية ليه لأن الأحزاب للأسف الشديد ليس لها برنامج ثقافي الأحزاب السياسية ليس لها برنامج ثقافي إلا نادرا مشغولون بالأشياء الحركية وهذا شيء جيد ولكن إذا أضيف إلى ذلك في الأحزاب وفي أعضاء البرلمانات البحث الثقافي سيكون هذا الشيء عظيم ولتكن هذه البداية التي استلهمناها من شخصية نموذجية تتقن العمل الشعبي والعمل الثقافي والعمل السياسي أخونا السفير الأستاذ الدكتور عبد الحميد أردت أن أحيي بها يا أخي الذي أشرف بأن أنتمي إليه نسبا فجدنا الأكبر يونس ويونس مشهور بأنه من المسبحين ومشهور بأنه من المطاعين ومشهور بأنه لبس في الحوي ولكن الحق سبحانه وتعالى أخرجه لأنه كان من المسبحين ودائما يعني الانسان يعني ايه الاسماء لها مسمى نصيب احيانا يعني
فمرحبا به في هذا المكان العريق اتحاد الكتاب. وهذه المنصه جلس عليها كبار الادباء. انا شهدت الاديب العظيم سامر قباطه وهو رئيس اتحاد الكتاب في الثمانينات، وقبله كان توفيق الحكيم، وبعده كان المرحوم فاروق خرشد هذا الاعلامي والاذاعي والمؤرخ الادبي الكبير، ثم بعدك نجم اللغه العربيه والذي يعني اطفى عليها جمال صوتي وجمال ذوقي وجمال قلبي وجمال روحي، فاروق شوشه صاحب لغتنا الجميله. اذا هذا المكان وضم كبار الشعراء، بل وجاء اليه شعراء كثيرون من العالم العربي، يعني من اليمن ومن السعوديه ومن البحرين ومن العراق وكل، بل شعراء من الصين وشعراء من فرنسا. عندما كنت عضو مجلس الاداره هنا جاءت السفيره ثقافه اسبانيا وجاءت الى هذا المكان، وجاءت الدكتور صلاح فضل ومرحوم الدكتور طه المكي، يعني كبار الشخصيات جلسوا على هذه المنصه جلست عليها نحن. وايضا اريد ان ارحب بالساده الحاضره جميعا وباللجنه الفكريه التي تقودها الاستاذ نوال مهنا، وهي معنا ايضا في الادب الاسلامي، يعني هي انشط من الشباب وانشط من الشابات الصغيرات، ولكن هي تذهب وتجيء وتحت الامن لانها ام الجميع، هي ام هؤلاء وهي نفسها تحن عليهم وتوجههم، ويعني تريد ان تستضيف لهم نموذجا العمل المشرف المتميز. يعني تقليد المبدا الحق للقران الكريم هذا شرني صوره كثيره. لماذا؟ لان المجال ليس غريبا عن القران، لان به مسجد هنا، واذكر وانا عضو مجلس اداره ايضا طرحت على الاستاذ فاروق خرشد ان ننشئ لجنه للمسجد اتحاد الكتاب، فالرجل فورا اقتنع، وانا والدكتور حمد ابو احمد والدكتور طه وائل رحمه الله كنا اعضاء هذه اللجنه، وقدمنا برنامجا في الوعي الديني والثقافي والتنويري الوسط المعتدل، لان الاديب هو مجموعه من الخبرات، مجموعه من الثقافه، وراي دائم وراي تنوير وراي فيه اشعاع. ويمكن سبب يعني الاستاذ خوش رحمه الله كان يحب ان يسمع مني القران رغم اني لست يعني متقنا او لست ماهرا في الاداء القراني، ولكن في مناسبه تهفيل المرحوم سامر قباطه لقد القران الكريم وافتتح به، فمن يقرا القران انا في جامعه الازهر كنت الوحيد موجود في مجلس الاداره، فانا فلان الدكتور صادق، فانا قرات تلاوه عاديه يعني تلاوه قرانيه عاديه وتلاوه مرفوضه، ففاروق مرشد رحمه الله لذلك انت تسمع وانت تقرا القران تاثرت بك تماما واثرت فيا، ولا بد ان نبدا كل حفل لاتحاد القران الكريم فاروق مرشد يعني، وكان يبحث عني بكل مؤتمر سواء اتحاد الكتاب العرب او اي مناسبه حتى ابدا بالقران، وان جبت يعني اخذ مخالفه او تاليف منه من الرجل اللي احترمه لي يعني شخصياتي العظيمه. نحن هنا ايضا يعني الدكتور عبد الحميد يونس لو تكلمنا عنه مهما تكلمنا لن نعطيه حقه. لماذا؟ لانه رجل افعال قبل ان يكون رجل اقوال، رجل افعال ويعمل كثيرا ولا يتكلم الا قليلا. لماذا؟ واعتقد انه ايضا يتعرض عليكم نماذج من هذه الاعمال. فانا اقول نحن ابناء مصر، واذا كان يشكو من ان بعض الناس ينتقده فانا اقول كما قال حافظ شوقي كما قال حافظ ابراهيم كم لا يكافل عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق. عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق. فاذا نحن عندما نحب وطننا لابد ان نجاهد ونعاني ولا نلقي بابا للوم اللائمين واعداد العادلين، طالما نحن على الحق وطالما نحن نخدم وطننا ونخدم ديننا ونخدم اهل قريتنا ونخدم اهل حينا. فاذا يعني نحن نقول للدكتور محمد يونس
ما تقوم به من اعمال. يعني انا اقول هو بمناسبة القيادة الشعبية هو قائد شعبي، ولكن له ابعاد شخصيته، هناك بعد سياسي، بعد ديني، بعد اجتماعي، بعد ثقافي، بعد روحي ايضا، يعني بعد تأثير نفسي. فعندما نراه ايضا على صلة وثيقة وعلى تفاهم ايضا مع جميع الاطياف الموجودة، دائما الانسان المسلم الوسط المعتدل لا يتصادم مع غيره، لا يحرص على ان يمد حبال المد، كما قال معاوية: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، ان ارخوها مددتها، ان شدوها مددتها، وان ارخوها شددتها. يعني الخيط هذا اقل شيء لا ينقطع. فانا بارى الدكتور عبد الحميد يونس في هذه الفصلة او الفطرة الانسانية السوية، هو شخصية دينية ويأخذ الدين بمعنى الدين العملي، التطبيق العملي. لماذا؟ تراه يعني عندما عقد الصالون، صالون ادبية مشهورة، يذهب الادباء بعد المغرب بعد العشاء، حال بعضهم كان يعقد صالونه يوم الجمعة ولا يصلون الجمعة احيانا، يقول احنا يعني الادب حر منتظر، لا، احنا حرصنا حتى ينجح الصالون يذهب الادباء قبل الجمعة، وصل الجمعة أولا يرفع الأذان الله أكبر، القرآن يتلى، الخطبة تخطب، يؤدي الخطيب الخطبة، ثم يصلي الناس، ثم يسلمون، وفي نافع كده نوع من المودة الإلهية والتلحاق الفطري، وأهل الريف أكرم الناس وأعظم الناس خلقا وكرما وبرا بتلحاق وحب ومودة يقابلون ضيوفهم. ثم بعد ذلك نذهب أيضا، وقبل أن نبدأ الندوة يكون طعام الغداء أيضا، وكرم كرم أيضا، يقول إلهينا وتغدينا يلاقينا وتغدينا، يلاقينا وتغدينا، ده ملاقاة حلوة، والغداء جميل كويس. ثم بعد أن يطمئن الشعراء والأدباء على أنهم خلاص يعني سكنت ثورة الجوع عندهم، يأتون إلى الندوة. وشيء عظيم بعدين، والله كنت بالأمس أتكلم عن هذه الظاهرة مع أحد الناس المهتمين يعني، ثم قلت لهم المهم نذهب إلى الريف ويأتي إلينا أهل الريف يجدون معنا الكبار في السن، الشباب، الأطفال الصغار، وأيضا إلى جوار هذا الوعي الثقافي وإلقاء الشعر، ويرون الشعراء بعض الناس يظن الشعر يأتي من أفق بعيد أو من كوكب آخر، إنما يظن الشعر بنحفه ودمه وصورته وصوته يقف يتحرك بينه، يعرف ان الشاعر كائن عادي وانسان عادي، ولكن مارس قوم موهبه الفطريه كما قال علي محمود طه في وصف الشعراء: وصف الادباء هبط الارض كالشعاع السري بعمر ساحر وقلب نبي، هبط الارض كالشعاع السري بعمر ساحر وقلب نبي. الشاعر يقدر على ان يؤثر في الجماهير. لن اطيل عليكم، ولكن ايضا انا يعني اريد ان اقول هناك علاقه كبيره يحاول ان اشكاليه يقوم بحلها الدكتور عبد الحميد يونس باعماله الخيريه، ايضا العلاقه بين التعليم والثقافه والاقتصاد، التعليم والثقافه والاقتصاد. ربما اكون متعلما ولكن لست متفقدا، ولكن حينما اتعلم وتعليمي النظري يتحول الى فعل تطبيقي في المجتمع، كل على حسب التعليم الديني، الاقتصادي، السياسي، الطبي، الهندسي. وانا يمكن جالي خاطر الان كنت احاول تطبيقه عندي في البلد ان شاء الله، يمكن نعمل يعني صيدليه او مستوصف شعبي خيري ياتي ليه اطباء البلد. انا عندي في البلد عندي اولاد يعني اسره خمس ست اطباء شباب ما شاء الله كلهم في جامعه الزقازيق، كنت اكلمهم بالامس في وفاه شقيقتي توفيت منذ ثلاث ايام في البلد، وكنا في العزاء، فانتهزت فرصه وحضر الاطباء الشباب، فقلت لهم يعني نتعاهد ان في متخصص في العظام، متخصص في القلب، والمتخصص في الاسنان، والمتخصص في كذا، سبع ثمان تخصصات، كلهم اولادنا والاسره تعطونا كل يوم جمعه واحد. ثم عندنا مكان مهيئ ايضا
ويفتح عيادة أو مستوصة ثم الكشف مجانا على أهل البلد. فهذا الوقت من الأعمال الخيرية لو ربنا سبحانه وتعالى لأنه يداوي المرضى. وفي برضه بردان في الإذاعة بصوت العرب اللي هو بأهل الخير أستاذ أحمد مكي صديق المذيع برضه الشرقاوي عامل أهل الخير وهو يتكلم مع الأطباء عن طريق الإذاعة أيضا إن هو برضه يعني ربنا بهيئه ياخد المريض ويديله على الطبيب ويديله تليفون. كانت أعمال كثيرة أنا أطيل عليكم ولكن يعني الكلام يأتي تباعا لأن الدكتور عبد الحميد يونس ما يقوم به من أعمال خيرة يكرم كما يعني قال علاج المرضى تكريم أبناء الشهداء وأبناء شهداء العمل أو شهداء الحياة الشغل راحوا يشتغلوا وعملوا حادث هم رايحين مشكل أو شريك فماذا يفعلون؟ كرم الأب والأم والإخوة حتى يواسيهم في مصابيهم. كريم المتفوقين أوائل الإعدادية أوائل الثانوية الأوائل في الجامعة الأرامل التي تتعلم عنها زوجها يشعرها إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت الرجل عن سودة بنت زمعة أعتقد وعندها أكثر من خمسة وتبكي فقال يعني ربنا سبحانه وتعالى يعوض الخير قال يا رسول الله لن يعوضنا خير منه قال أما ترضين برسول الله زوجا الرسول نفسه كرم هذه الأرملة حتى يعود أبناءها إذا عندما نكرم بالأرامل ونشعرهم بالجد كما قال حافظ إبراهيم يعني يكون ربا ضعيف القوم يعني يكون غنيا بعد ذلك أو يكون عبقريا بعد ذلك. أيضا من الدكتور عبد الحميد يونس مثلا يكرم حافظ القرآن الكريم وشهدنا هذا بنفسنا الشيخ الطيوطي الدبلي وقلت الشيخ سامي كبار القضاة يذهبون إليه والأولاد الذين يحفظون القرآن نص القرآن ربع القرآن يكلم القراء أنفسهم أيضا حتى يشعرهم بأن أولاده يقدموا لهم يكرم أيضا الأدباء أيضا يعني أنا يعني أقول وأنا رئيس المنطقة الإسلامية العربية لم تكرم الرابطة تكريما بمثل ما كرمت به من قبل الدكتور محمد يونس والله أكثر من 30 درع أهديت إلى الأدباء وشهادة تقدير وحفاوة كاملة ليس لها نظير وكل يفاخر بأن هذا الدرع أهدى إليه المنصرون يونس الثقافي. وحينما أردت أن أقول له الصالون أداء الصالون ليس باسم جد وأنا رئيس الصالون والدكتور علي الطاوع أمين عام الصالون وهو أنا راعي الصالون أو خادم الصالون أنا خادم الصالون يعني فإذا هذا الإنكار الذات وأنا يعني لو أنا لم أحرم بوجهه ولكن أقول أعماله قبل أحواله وأنا أذكر كان أبيات قالها أبو تمام صدقي علي بن الجهل إنما يقول له إن يبدي من طرف الإخاء فإننا نغدو ونسلي في إخاء دائما أو يفترق نسب يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوليد وهو يتحد نسب أيضا يعني يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوليد أو يختلف ماء الغمام فما أقول عنك تحذر من غمام واحد ثم يقول لا أدعي لك جانبا من سؤدد إلا وأنت عليه أعدل شاهد لا أدعي لك جانبا من سؤددي إلا وأنت عليه أعدل شاهدي لا أطل عليكم ولكن يعني مهما نقول الأعمال الكريمة والأعمال الكبيرة يظل صاحبها بعين الناس كبيرة وإن كان هو يتواضع وينكر ذاته ولكن تكبر الأعمال كما قال المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. شكرا لكم وعلى تشريفكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.
أن يكون ضيف هذه الأمسية أو هذه الندوة أن يكون قدوة حسنة للآخرين، لأن الحقيقة نحتاج إلى القدوات الحسنة في هذا الوقت وفي هذا العصر. إن شاء الله نرتدي به أو نرتدي في عدد كبير من الحضور وغيره. كلمة أخرى لسعادة الدكتور عارف العوام. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله كل خير، نسأل العطاء والإبداع والحب المساء المصري دائما الذي نراه في هذا البلد المعمار. وهذه ليست بجمالة، وأنا لا أعلم، أنا قادم من الصعيد الآن وجد وسعيد أن أكون هنا في بيت المثقف المصري، بيت الحكمة، اتحاد أهل مصر. تحية إقبال وتقدير أولا في المقام الأول برجالات من الأدباء والنقاد والمبدعين، خاصة أعلام اللجنة الفكرية، سعادة الأستاذة نوال مهنا، أخي الناقد والشاعر القدير الدكتور بسيم، والشاعر المغرد دائما المتوافد أبدا في رابطة الإسلامي وفي اتحاد الكتاب مصر والعالم، وأصبح عالما من أعلام الحاكمية بلد الثقافة أو عاصمة الثقافة القروية في هذا العصر، إنجاز هذا التعبير. شكرا لكم جميعا، لكن والله توقفت كثيرا عند هذا العنوان الجميل، القيادات الشعبية والتنمية الثقافية. وأنا مع أستاذ، لا بد على الطبقة المثقفة أن تعمل اليوم، فمصر لا تحتاج إلا هذه العقول النيرة التي تنمي والتي تأخذ بالعقل المصري وبالروح المصرية التي أنهكتها هذه الأيام. فلا نحتاج لا نحتاج إلا لمثل هذه الكلمة الطيبة التي تهدد على نفوسنا، فتصنع الطمأنينة والسكينة في نفوس المصريين. فالكلمة لها دلالتها ولها وقعها الساحر على الإنسان عموما. الدكتور عبد الحميد يونس أخذنا من أولادنا، أي والله العظيم، وأخذنا من بيوتنا، ولا أعرفهم. بنحبك يا دكتور. نعم. إحنا بنحبك. والله أصبحتم يوم الجمعة أفروا دائما وأهربوا من البيت، والحجج قد انتهت مع زوجي وأولادي، وأذهب إلى الحاكمية بالسيارة وأمشي وفي صحبة الأحباب بصوت القصار. وهنا أضيف إضافة أخرى، الدكتور عبد الحميد يونس يقول يعني التنمية الثقافية تكون في الصالون؟ أبدا، ما من يوم جمعة من كل أسبوع على مدار العام، وأنا أتابعه جيدا، حتى اليوم الذي أتخلف فيه أتابعه والله لحظة فلحظة، شعائر صلاة الجمعة تبدأ أولا بالكلمات الثقافية الدينية وبالوعي الثقافي، ونحن نتعمد أن نبعث برسائل روحية لهذا المجتمع، حتى أصبح الناس يطلبون أسماء بأعينها، يقولون التعبير إحنا عايزين فلان، إحنا عايزين فلان، إحنا عايزين فلان، وهكذا. اليوم والله اتفقت يعني في برنامج في دماغي وأنا جاي، يعني الصعود نعيد اليوم الرابع ان شاء الله في شهر اكتوبر باذن الله تعالى، وهو يعني هتبقى في مناسبه، يعني المناسبه تحمل يعني صبغه وطنيه في المقام الاول، فشهر اكتوبر شهر هذا المجد المصري نصر عبور. فالامه الاسلاميه في هذه اللحظه لا بد ان تعبر هذه المحنه التي نعيشها، والحمد لله عبرنا المحنه. اقول واحد السياسي
عرف ديني ولكن انتمي الى مصر. عشت في الغربة سنوات عديدة. فكنت اجي الى هنا والله رغم ضيق الحياة ايضا بعض الاحيان. لكن والله مصر بخير. والله مصر بخير. مصر بخير. والحمد لله وكلنا ياكل وكلنا يشرب وكلنا يرتدي ثيابا الفاضل جميلا والحياه تسير الحمد لله وكلنا يغرد. الدكتور وسيم يبتسم وهو يغرد، الدكتور محمد سبحان الله يغرد شعرا والاستاذ زين هناك يغرد شعرا الكل يغرد بدون قيود. ولا فان شاء الله باذن الله تعالى يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا العمل لهذا القائد الشعبي كما اطلق عليه المزادي الدكتور صالح الدين الدكتور صالح الدين اطلق هذا اللفظ فعلا الدكتور عميد قائد الشعب يتم هذا. انا اراه امس وهو متعب اقول له يا دكتور انا لسه مخلص اللجنه الان في جامعه مصر امس الساعه 5:30 مساء وانا في المكان الفلاني في يعني يزور مين؟ يزور شخصية أدبية نقدية وتعقد معها الخطبة في الجمعة ويقول الأسبوع القادم إن شاء الله الجمعة سبحان الله إن شاء الله. يعني يقبل عليه ويقبل يده والآخر يقبل يد الدكتور عبد الحميد. يعني روح طيبة جدا لا تراها إلا في المصري والله. هذه الروح لا تراها إلا في المصري. فشكرا له وشكرا لكم جميعا وشكرا للجنة الفكرية التي أتاحت لنا أن نتحدث ونكون بينكم بهذا الحراك الحضاري وليس الثقافي الحضاري. فالأمة المصرية أمة الحضارة رضي أن لم يبقوا مع الجنة. الندوة ممتدة ولكن أنا بطلع ناخد 10 دقايق استراحة نواجد الضيافة في القاعة ثم نعود إلى المستقبل. ولكن قبل ذلك تعالى محمد لا الدكتور عبد الحميد يونس من الشخصيات التي تستحق التقييم وكما يكرر الاخرين فنحن بعد له تقييم بسيطا تقدمه اللجنه الفكريه وان شاء الله سوف يكون له تكريما اكبر في رابطه الادب الاسلامي. هذا التقييم يعقوبه ان شاء الله من خلفنا القاعه لنصل الى الضيافه Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل باقي فقرات الندوة التي نحتفل بها الليلة كما قلت بعلم من أعمال المجتمع، علم من أعلام المجتمع المصري هو الدكتور عبد الحميد يونس سفير الرعاية الحسنة وصاحب الصالون الثقافي العام لقرية الحاكمية. تحدث الدكتور ثم تحدث الضيف ثم تحدث الدكتور صابر وكذلك الدكتور علي المطوع، ولدينا العديد من الكلمات التي نرجو ان تكون جديده في مضمونها وغير متكرره لما سبق. الان الكلمه مع الاخ الفاضل الشاعر والناقد الدكتور بسيم عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أختي الفاضلة أستاذة نوال مهنا رئيس اللجنة الثقافية، معالي الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم رئيس فرع المعهد الإسلامي العالمية بالقاهرة. حتى لو ما تزعلوش بس أنت زي ما أنت عايز تشوف شغلك أنا عليك. انا ما اقصدش شغل طبعا علي و الجميع طبعا لا يا باشا سعاده به سعاده السفير الدكتور عبد الحميد يونس تحياتي عشان ما تبقاش وتقديري لكم جميعا. احنا مش بنتخانق، والشكر لكم موصولا على هذه الليله والامسيه الثقافيه الجميله التي جمعت بين الثقافه والمجتمع، والحق انه لا مجتمع بلا ثقافه. هذا المجتمع الذي انجبنا جميعا، هذا المجتمع الذي يشكو من الاميه، يشكو من الفقر، والذي انجبنا نحن الذين لبسنا الحلل وصرنا اساتذه في الجامعه واطباء ومهندسين وغير ذلك، هذا المجتمع له حق علينا، لابد ان نرد له الدين. امي كانت اميه لكنها علمتني وصرت استاذا في الجامعه، فمن حقها ومن حق اخوتي علي ومن حق ابناء عمومتي وابناء خولتي وكل جيراني ان اكون منبر اشعاع ومناره تهدي وتنير السبيل لابناء هذا المجتمع. لو ان كل منا كان مناره اشعاع في مكانه لكان المجتمع على حال غير هذه الحال التي نراه عليه. اتمنى ان يحذو جميع المثقفين الواعين القادرين المقتدرين ماديا ومعنويا، لا اقول ماديا فحسب وانما ماديا ومعنويا، لان الامور قد تكون بالمادة فقط. يعني شيخ شعراوي عليه رحمه الله كان ينفق من ماله لكنه كان ياتيه المال ثقه من الناس فيه، وكان يعمل الاعمال الخيره الكثيره التي ان شاء الله تكون في ميدان حسناته. وهكذا اناس كثيرون وفي مجتمعاتهم محل ثقه، ياتيهم الناس ويعطونهم الاموال وهم يدبرونها ويتركونها فيما يحتاج اليه هذا المجتمع. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في الدكتور عبد الحميد يونس وفي امثاله من اصحاب الهمم العاليه والاهداف النبيله الذين يرغبون ويودون الارتقاء بهذا المجتمع المصري العظيم الذي له حق علينا. ولو يعني بذلنا كل ما في وسعنا من طاقه وجهد ما وفيناه حقه، هذا الحق الكبير، هذا الحق النبيل، هذا الحق الذي نحن نبيل له بكل الولاء وبكل التقدير وبكل العرفان. حق مصر الحضاره، مصر الشموس، مصر العزه، مصر الكرامه، مصر الامل، مصر رائده الحضاره منذ الاف السنين، من 7000 عام او 5000 عام على اختلاف الروايات، وهي اقدم الحضارات واقدم الدول على وجه البسيطه التي علمت العالم والتي رجلناها ينتشرون في مختلف ارجاء المعموره في امريكا 200,000 عالم مصر وفي غيرها من البلاد. ومعنا اخ من هولندا الان مهندس كبير يعيش في هولندا منذ سنوات طويله. لماذا هؤلاء ايضا لهم يعني مصر لها حق عليهم حين ياتون الينا حين يعودون الى ارض مصر؟ هذا البلد هم مدينون له، هو الذي علمهم وهو الذي خرجهم. واين قبل ذلك الدكتور فاروق الباز والاستاذ الدكتور احمد زويل
والدكتور مجدي يعقوب هذا البروفيسور الكبير اللي كان عمل مركز القلب في اسوان، هؤلاء احسوا بقيمه هذا الوطن، احسوا بان هذا الوطن له حق علينا، وهذا ما ينبغي ان يفعله كل منا، كل على قدر استطاعته، لا نطالب الجميع ان يكونوا على قدم سواء، وانما كل على قدر استطاعته، وهذا ينهض هذا البلد العظيم. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا للدكتور بسيم على هذه الكلمه، ولدينا كلمات الاستاذ حسن حمدين في المجال الكيميائي. بعنوان كل كلام،
كل كلام الحب شويه ده انت حبيبنا واغلى هديه ليك في الركبه مكان عظيمه وليك يا سفرنا الف تحيه هنا وهناك وفي كل مكان عايز ترسم نور وامان لما بقيت للعلا عنوان عندك حل لكل قضيه وليك في قلوبنا مكان عظيمه وليك يا سفرنا الف تحيه كل كلام الشكر قليل جهدك صاعد مال ومسيل انت الحافظ ارض جدودك وانت العاشق نهر النيل يحفظ ربي كل خطاك ده احنا بكل قلوبنا معاك ولا يوم تنسى حد لداك نفسه يحقق هنا امنيه وليك في قلوبنا مكانه عظيمه وليك يا سفيرنا الف تحيه كل رسالتك فعل الخير كل حماسك للتطوير تشهد يا مدن وبلاد عطفك شامل كل فقير ماشي تسال الطالب علم ينجح يرسم اجمل حلم تبقى حياتنا سلم في سلم ونشوف فينا احلام ورديه وليك في قلوبنا مكانه عظيمه وليك يا سفيرنا الف تحيه شكرا لحضراتكم شكرا للشاعر محمد مشراوي احسن ولا تفوت كما يقول معانا دخلة الفنان صافي حميده الفنان صبري حميد على هذه الكلمه
في حد استطاع له مداخلة ويريد أن يواجه كلمة أستاذ الدكتور عبد الحميد؟ من يريد أن يتحدث يتفضل، بس أترفع إيده قبل إيه؟ أنت بعدي بقى. الأستاذ محمود مبروك تفضل المعاش المنصب، ثم الدكتورة نورا. بسم الله الرحمن الرحيم. هي ملاحظة هي أنا دور فيها إن إحنا نمرقل سيادة الدكتور على ذكائه، لأنه مستثمر جيد جدا في أعلى نسبة فايدة أو عائد استثمار لأي أموال تولع في أي حتة، عمره ما هيتجاوز 20%. الدكتور بيستثمر أمواله ب 1000% اللي هي 10%، وبيتاجر مع الله تجارة رابعة. والحقيقه ان هذه التجاره بتحقق حب بيتمثل في هذا اللقاء والكلمات اللي اتقالت، واعلى عائد اكثر بقى من 1000%، انه الانسان يقضى بحب الناس، لان من احبه الناس احبه الله. شكرا. شكرا جزيلا للدكتور. وهنا دخلة أخرى مع الدكتورة مراد فؤاد من الاتحاد الإسلامي، وهي ناقدة وخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الرسل أجمعين. رددت الأمانة فأنت الأمين، صفيت فأنت المصطفى، بشرت بالرسالة فأنت البشير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة يعني هذا الحضور الزاخم من الأدباء والكتاب والفنانين والمنصة الرئيسة اللي نعتز فيها كلنا، يعني حضور مبهج جدا، وأنا سعيدة. يعني أنا بعتبر ده روح ديني وثقافي وإنساني، ولكن طبعا بصفتي انا استاذ في العلوم السياسيه واكتب وانقد، فالعنوان كان يحتاج ان يكون القياده الشعبيه وليس القيادات الشعبيه. لسبب، العنوان يعني هي فن قبل كل شيء، والعنوان رائع ورائع، ويعني نشكر القائمين على الندوه، لكن هي القياده مفرده، القياده الشعبيه والتنمية الثقافية. ونحن يعني عملنا بالتنمية الثقافية في كل بلدان العالم. هذا أنا سافرت لأكثر من قارة وعملت فيها بالتنمية الثقافية، وكنت أحب أن أنصت، يعني كنت علمت أن السيد الأستاذ الدكتور عبد الحميد يونس هو تخصصه الدقيق في الاقتصاديات على ما فهمت، وطبعا علاقة الاقتصاديات بالتنمية المحلية والتنمية الثقافية، وكل من يعمل في السوشيال ديفلوبمنت وفي التنمية وفي التنمية الاتش ار والتي ار الان اللي هو التنمية الانسانية، يعني كثيرين يتحدثون عن التنمية الثقافية والتنمية البشرية، لكن الان بعد الاتش ار في التي ار او تطوير الفرد. فكنت احب ان اعلم منابع ومناطق تطوير الفرد في الحاكمية. يعني طبعا الاطعام هو من ديننا الحكيم ومن تراثنا الانساني وتراثنا الفقهي وتراثنا العقائدي. ويعني ازعم ان انا كان والدي شيخا في الشريعه والقانون في اسيوط في صدفه، وهم انشاوا مركز ديني في طنه قريبه من صدفه، ما كانش فيه معهد ديني او مركز ديني هناك. وده يعني من الاشياء اللي احنا شفناها وتربينا عليها، ان يكون في القرى ذكر، يعني كل احتفالية في القرية هي مرتبطة بالذكر وبالدعاء وبالدعاء. ولذا يعني أولادنا ينقصوا من القليل لما تعلمناه ونحن أطفال. يعني احنا تربينا على قراءة القرآن الكريم وعلى الانصات وعلى كم قراءة القرآن الكريم، وكان الوالد يسأل، وكان الأهل يعني ينبهوا الطفل للصلاة ومواقيت الصلاة ومواعيد الصلاة وللقراءة، وأن لغتنا هي لغة الفصحى هي لغة القرآن. ولا زلنا الان نحارب انا وأستاذ نوال ان تكون الفصحى هي لغه الادب والشعر، يعني مع احترامنا طبعا لشعر العاميه ولكن واللهجه المصريه الجميله التي يحبها كل العرب، ولكن لغه القران هي في الاول وفي الاخر.
يعني يمكن انا كنت انتظم وعشان كده انا عملت مداخله وليس بس الاثبات الذاتي. كنت انتظم ان اسمع يعني تفاءلوا بالخير تجدوه. يعني اسم عبد الحميد يونس عندما يذكر هو في اتحاد كتاب مصر لازم يذكر عبد الحميد يونس الذي علمنا علم الفلكلور. فانا دارسه للتراث الشعبي والتراث الادب الشعبي. إذا يعني هو دايما احنا نسمي الأبناء زي ما قلت نجيب محفوظ لم تكن تعلم القراءة وكتابة لكنها أسمت نجيب محفوظ بداية الطبيب القبطي الذي ولدها. بس استحسنت الاسم وقالت أنا أريد لابني أن يصبح مهما مثله، فكان أديب نوبل وكان منشرا من أدب في العالم كله وفي مصر طبعا وفي العروبة. فكنت أنتظر كده بدعوة لكي أسمع كلمة عبد الحميد يونس، وهذا أبو التراث الشعبي في مصر كله عبد الحميد يونس. وتيمنا وجد الآن على المنصة عبد الحميد يونس. يترك لنا التراث، وإذا لم يكن الأديب هاضما لتراث فلا علاقة له بالأدب، ولا نضيف الأدب له التراث يعني المجتمع شيئا، لأن التراث طبعا الأديب يكون هاضم لتراث مصر، ذلك التراث الممتد من بداية من بدايات الحضارة القديمة، أقدم حضارة في مصر المباني، حضارة ما قبل التاريخ. فمصر يعني عندما سئل عن مصر نجيب محفوظ أي ليست بالدولة التاريخية ولكن مصر كتبت التاريخ. هي التي كتبت التاريخ، أنا حضرت مقابل التاريخ. ثم الحضارات الوسيطة والحضارات وحضارة الحضارة الإسلامية ثم الحضارة الحداثة وما بعد الحداثة. فنحن أمام نموذج للدكتور عبد الحميد يونس، نموذج للحضارة الحديثة والتنمية الإنسانية والتنمية البشرية في قريتي. ننتظر بإذن الله محاضرة قادمة عندما نذهب إن شاء الله يكون لنا شرف المشاركة في الصالون إذا استأذناه، أن نستمع وننصت لما قدمت بقى في مجال رعاية التراث ورعاية الأدب ورعاية الثقافية الحقة، لأن طبعا إطعام الطعام والسقاء وهذه من تراثنا العربي الأصيل الإسلامي الأصيل، وهو مهم جدا، ولكن احنا ننتظر المزيد والمزيد من الاهتمامات والعطاء. وانا شرفت بالوجود اليوم وبالنجوم الصافعه اللي حطيتوها امامي وبالمنصه التي اتعلم منها كثيرا، وشكرا جزيلا لاساتذه من الناس بهذه الملكة أو هذا الاصطفاء. ليس الشعر ليس تعلم، ممكن واحد يأخذ دكتوراه في اللغة العربية وما يقدرش يكتب بيت واحد أو بيتين، ولو كتب من قمص من الشعر. فالشعر موهبة وملكة، ربنا يعني أنعم بها على ناس معينة يكونوا قادرين على التعبير. وكلمة الشعر من الشعور كما هو معروف. فالشعر المجيد يضع معانيه في ألفاظ من الكريستال أو من الذهب، وبعضهم الذي يضعها في
الأواني من الطين أو ال... ولذلك أنا استمع إلى شعر إن شاء الله يكون شاعراً رائعاً جميلاً لطيفاً من الشاعر الأستاذ محمد صالح عبد الشافي. أولا، قبل
هي مقدمات كلمة لضعيفة مثلي في قلعة العلم والعلماء. قلعكم وقف فيها نجيب محفوظ أكبر مدين في العالم كله والحاصل على جائزتكم. قلعكم نوع من أمامها زويل أكبر علماء مصر تغرق. قلعكم وقف فيها أكبر كاتب مصري الأديب صور القبازة تحت محافظة الشرقية وعلم جمهورية مصر العربية. في هذا المكان وقف منقار للغة العربية كيف تكون. في هذا المكان وقف العلماء، وقف المفكرين، وقف السياسيين، وقف كل زعماء العالم يعرفون كيف يكون الكتاب. إنه الكتاب من مصر، وإنه العلم في مصر، وإنها بلدة العلم والعلماء. مصر ستظل منارة للعالم لعلمائها، لأدبائها، لمثقفينها، لكل مفكرينها العلماء. وكما تحدث أساتذتي وأساتذة أساتذتي الأستاذ الدكتور صابر عبد الله يونس الذي أوجه له كل الشكر في كلمة عبر فيها عن معاني الأدب وعن معاني الأخلاق، وإنه لم يجامل معالي السفير عبد الحميد بن يونس في كلمة، لكن حقيقة هذا الرجل هو المعدن الأصيل والخلق النبيل. أحب أن يكون لأهله غمران ودليل، فعمل بما في آيات التنزيل وصلى على النبي الجميل، فأصبح لأهله محبوبا ولم يكن عليهم بعلمه وثقافته لوما مثيل. كما تحدثت صاحبة هذه الفكرة والقائمة على رعاية هذا المؤتمر الأستاذة نوال مهنا الذي تحدثت وآملت وتمنت أن تكون مصر فيها ألف مثل عبد الحميد يونس. لو مصر فيها ألف مثل عبد الحميد يونس لتقدمت مصر اقتصاديا وسياسيا وفكريا وأدبيا. مصر لم تنهار لأن منارتها وكبتها هي كبة العلم، ومصر كلما ذهبنا إلى مكان وجدنا العلم يسبقنا، فالعلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوتا كان عماد لها. فشرف لي أن يقف ضعيف مثلي في هذا المكان، كما أشكر معالي الأستاذ الدكتور علي بن مطاوع الرجل الذي طور فكرة الصالون الثقافي لآل يونس، والذي أصبح المنارة الأولى في محافظة التقاهية، والذي يتمنى الجميع أن تكون تلك المنارة ليست في التقاهية فقط ولا في الحاكمية فقط، بل في ربوع أنحاء الجمهورية. أقدم الشكر لصاحب الخلق والأدب والرجل الذي قطع وقته الطويل المهندس موسى بن طرحان الذي أتى ليشارك الأستاذ الدكتور عبد الحميد بن. وهذه الكلمات ليست بقليلة في حق هذا الرجل، ولا تكفي وجود هذا الرجل. عبد الحميد يونس أحب الفقراء فأحبوه، وتواضع لله فأحمله على رؤوسهم وضعوه، وفي قلوبهم أسكنوه، ولرؤيته في الصالون الثقافي وجبوه، وفي كل مكان ظلوا باسمه لم يفتقدوه. عبد الحميد يونس أهلك لم يكرهوك لكن عشقوك، فاعلم بأنهم يحبونك ولم ينسوك. الأستاذ الدكتور عبد الحميد يونس ما تقدمه ليس لأهلك ولكن لمصر، وهذه حقيقة رأيتها بعيني. أهل الحاكمية جميعا يتمنون كل جمعة أن يروا أعلام الإذاعة المصرية، رأوا من قبل فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاووقي، وقد شرف المكان بالشيخ سامي علي أيوب على اتحاد الإذاعة وابن معلم القرآن، الذي أفتكره بوفته وبصحبته، وحقيقة في حق والد هذا الرجل علم أجيالا كثيرة من الإذاعة، رغم صغر سن الشيخ سامي علي أيوب إلا أن اسم والده سبقه. هكذا عبد الحميد يونس بنى ما وجد عليه الأساس، أسس جنبه في عام 1903 وأكمل يونس إلى 2025 و 2030، إنه يطور فكر الصالون الثقافي. فتحية لدار الخطاب أن تأتي بهذا الرجل إلى هذا المكان، وأن تؤكد أن مصر تواضعنا فكلمة من ضعيف مثلي للأستاذ الدكتور عبد الحميد بن يونس سفير النوايا الحسنة. أقول له أنت رجل يعرف عنك الخشوع، والكل من مجاملتك في دار الكتاب مجموع،
النظرة إليك العيون من تواضعك سالت الدموع وإن استمعت الآذان لكلماتك فأنت غني عن كل مسموع وإن ذكر اسمك في الظلام فأنت يا عيون ستغني عنه الشموع مهما أقول فضعت مثلي كلامه ليس موصول لأن علمائي وأساتذتي الذين سبقوني بالحديث كان صوتهم من لسانهم لقلوب السامعين والقول شكرا للأستاذ الإعلامي عبد الرحمن السيسي كاد أن يكون شاعرا كاد أن يكون شاعرا الحقيقة أعتقد إن إحنا قربنا على ختام الندوة في حد في القاعة له كلمة مش عايزين حد يمشي زعلان أنت كل تحرص لا الحقيقة هذه يعني شرف كبير شرف عظيم لحضرتك
الاسلام الفقر وفلا. الحاجة الثانية استاذنا الدكتور صابر عبد الله يونس اتكلم تمام يعني كتير عليا لا والله هو كان المساعد الكبير ليا في كل الاعمال اخرها من كام يوم شعور صعب الاناس بس هي نصيحه انا باخد بيها اخر كان يعني اي كلمه بيقولها لي هو بيقبلني وخلي بالك كذا كذا وكان بيقولها لي بعمق غيران عليا بتقول علي غيران عليا كلامه النهارده انا يعني كلام مع الشغل اللي بتعمل اللي هو على كلام وطبعا يعني انا نسيت في البدايه احيي الاستاذ الشاعر الكبير الاستاذ محمد الشرقاوي اللي دائما وانا معايا في الكوره 24 ساعه في اي شيء اقول له عايز اعمل كذا يقول لي اعمل كذا. اول ما بلغني التكريم والندوه اللي عليها بصراحه الاستاذ محمد الشرقاوي، لكن بعد ما كلمني قال لي الاستاذ مروان مهنا هكلمك. قلت له دي قال لها هي فعلا الاستاذه العظيمه مروان مهنا كلمتني ورتبت اللي احنا موجودين فيه حاليا. الاستاذ محمد الشرقاوي من اول واحد في الصالون وهو يعني بيشجعنا وعايز يعمل حاجات كتير، ولذلك الاستاذ الدكتور صابر والاستاذ الدكتور علي اختاروا سكرتير بس سكرتير خاص في الصالون يبقى له اساس معانا في الصالون يبقى شغال وعلى راحته يعمل اللي هو عايزه كيف ما شاء. ويبقى الانسان اللي معاه السيد رئيس الصالون وانا الخالد فقط، انا عليا الخالد فقط مش اي حاجه. لا لا خدام، لا 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 دولة. انا خدام وافضل خدام لغايه لما نعلي الصالون اكثر واكثر عشان ننتشر الفكره في كل البقاع مصر. شكرا لمولانا الشيخ سامي ايوب القارئ العظيم اللي والده قارئ الله يرحمه كان قارئ متميز جدا جدا، ولكن لم يحظى بحظ النزاع في السماء فحظى القراء الكبار بتوعنا في الايام دي. الشيخ سامي راجل قارئ مميز وهادي وبعضه كان اول ما كلمته عشان يجي يحضر معانا هذا اللقاء لم يتردد ولو بلحظه. فنبدا بدا ومعاه اقول الاعلامي المتميز اللي سمعناه الشاعر العظيم وهو يعني واضح ان هو عايز يدخل في الشعر استاذ عبد الرحمن يوسف. كمان اشكر اخويا العظيم الاستاذ ناصر صلاح الراجل العظيم المصور اللي هو جاب لي هو راجع بيها برضو عشان حبا في عبد الحميد يونس ناصر صلاح من المصورين المميزين اللي بقاله اكثر من 20 سنه شغال في العمل التصوير حتى اولاده محمد ابنه ما شاء الله ويعني صلاح ابنه على طول مرافقه فيعني اولاده هم صوروا. استاذ ناصر صلاح شكرا كل الشكر والتحيه. ده مين يا فندم؟ كل الشكر والتحيه للدكتور الاستاذ الدكتور نسيم الاكثر اللي قال كلام انا لا استحقه يا فندم والله يعني انا شرف ليا ان انا اقعد اهو وهذا المكان اللي انا اجلس عليه الان شرف كبير ليا ولبلدي ولاهلي وكل محافظتي ان انا اقعد في المكان ده شرف كبير جدا وانا اشكركم جدا. اشكر الحضور الاستاذه ناديه شكر خاص الكلام اللي عجبني اثر معايا جدا من كلام الكابتن كلام يعني هو طالع من القلب من عندي كلام فعلا دكتور رائع ما شاء الله يعني كلام اكثر من رائع. يا ريت نطبق هذا الكلام في كل بتاع مصر، يا ريت كل الناس تعمل مش كلام لحضرتك يكون ايه كلام اكثر من رائع. اشكرك وان شاء الله اشوفك في الصالون تحضرنا اكثر يعني كلمات اكثر من كده ان شاء الله واعتقد هيبقى ليكي شعبيه كبيره جدا في الصالون ان شاء الله. يتحمس الصوت. نعم. يتحمس الصوت. يتحمس. يتحمل. على مكان. على مكان. عمل ضغط. يعني. في وحوش. يعني شعرها مش هيقف. لا هي.
لا يوجد الدكتور علي مطابع ما بيسع ما بيفوتش سيب سيد برضه سيد دكتور مصطفى دكتور مصطفى صار مطابع سيد دكتور يعني والله العظيم بيقوا عاملين عينهم شعور والقلب بس في جو اللي حد بعرف دكتور النوران فؤاد اللي ما شاء الله يعني جنب هي اسم نوران وهي نوران فربنا يبارك في حضرتك ان شاء الله من فضل ان شاء الله باذن الله في 14 وكل اللي موجود بدري في فضل الله 14 اشهر هذا شرف كبير كده جميل شكر وتقدير لاخي الحبيب راجل يعني في بتاع يعني في راجل ابن راجل هو الاستاذ مرسي طهار هو حبيب مرسي باشا فرحان وهو كان وزيرا للتموين في عهد الملك فاروق. فاستاذ مرسي هو نائب رئيس هيئه البترول وهو رجل عظيم ومن الناس اصحاب الخيرات على بلدهم وانا لبست كذا عندهم قصر في الشرقيه قصر ده مفتوح فبيتكلم عن الناس عامل مسجد مميز جدا صارت عليه الاف الميلات الاف الاف وانا حضرت وشرفت وفتحت معايا المسجد وكان معانا بتاع المسجد وكان شكرا للاستاذ محمود مبروك والمهندس واشكر كل الحضور ولاد عمي واخواتي استاذ المبازي استاذ محمد والاستاذ ياسين حمد ورفاقه من المجالس الشعبيه المحليات ويعني ان شاء الله باذن الله هننتظر بقى يوم 14 واي حاجه انتوا عايزينها حضرتك دكتور صابر دكتور علي مطاوع انا على التنفيذ اي حاجه تطلبوها بفضل الله مجابه ايا كان ان شاء الله باذن الله و14 وبالنسبه اللي نتكلم فيها اكتوبر دكتور علي هي كانت عندنا مناسبتين مناسبه تصور ومناسبه اعياد اكتوبر وكل سنه وانتم طيبين وشكرا جزيلا لحضرتكم. لابد الاعداد له قبل الميعاد بايام وشهور لان صالون يونس السفاري بمفكرين وبعلمائه وبمثقفين وباساتذه والاكابر يختلف عن صالون مصر اولا فهو بالطبع اصبح عبد الحميد يونس صاحب الادب والخلق المثالي والذي يتحلى به ومقامه العالي ادبه لا يكفيه مالي ولا ذهبي لكنه علم من اعلام مصر في العصر الحالي ولانه لا صوت وعلو فوق صوت القران وحقيقه قبل ان نستمع الى القران ذكرى تكريم الاستاذ الدكتور عبد الحميد يونس تاتي مع ذكرى عاشوراء وذكرى عاشوراء
وعزتها الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، إذ بأن هذا الرجل له نصيب حتى في الاحتفالات الدينية. ذكرى الهجرة هي ذكرى تعليم المبادئ، ذكرى تعليم الأخلاق، ذكرى الطاعة، ذكرى أن رسولنا الكريم هاجر من مكة إلى المدينة ليعلم الناس كيف يكونوا دين. وفي هذه الذكرى ذكرى الأمانة التي تحلى بها الأمين عمر علي بن أبي طالب الذي بات مكان النبي يعلم نفسه للموت وللخطر إلا أن يؤدي الأمانات لأهلها، فسمي بالصادق الأمين. وأقول لك يا معالي السفير كما قال له أحد أقاربه: لا تنظر وراءك فكل من ينتقدك هو من يحبك. وكما قالت الأستاذة الكبيرة نوال مهنة الذي بعدها لا يبوغ الحديث، لأنك إذا أردت أن تحقق ما تتمنى فاستمع للأستاذة الكبيرة نوال مهنة، فإن لك مكانة كبيرة في الجنة. الآن ما سوف يعلو كتفوق القرآن، لأن كل شيء في الدنيا له حد إلا حلاوة القرآن ليس لها حد. فنبينا الكريم فيه صفات الجمال، لو سألت عن شعره فكم كان ليلا بهيجا، ولو سألت عن كمه فكم كان لينا. وسأل الصديق عن ريك محمد يقول: أشكى من كان أليما، ثم سل عن يديه كم أحيت عديما، وإن سألت عن قدمي فكم سعت وقدمت للإسلام ترجوما، أما إن سألت عن الخلق فالقرآن كان كريما. آيات بينات من الذكر الحكيم لعلم من أعلام مصر الشهداء الأنبياء القار الذي تربى في بيت القرآن وحفظ القرآن في ربوعه الأولى حتى كان عنده 10 أعوام، وقد حفظ القرآن الكريم كاملا على يد والده، ثم تدرب في حفظه بالقراءات والأحكام والتدوين. فهذه ليست مجاملة، أمر المولى علي القدير أن نراه قريبا في إذاعة القرآن الكريم من خلال شاشة الرجل الخلوق الذي قطع سفرا بعيدا، المهندس العالمي ناصر صلاح حافظ طراز الإذاعة المصرية وأعظم قراء العالم، إنه المهندس الخلوق ناصر صلاح ونجمه صلاح ناصر صلاح. القرآن يستحق الشكر، لكن القرآن الكريم هو أولى السامعين بتلاوة قرآنية مباركة لقارئ تتميز بروعة التلاوة ودقة الآداء من قلعة العلم والعلماء، سليل الأولياء، معجزة رب الأرض والسماء مع أشرف الأنبياء فضيلة القارئ الشيخ سامي علي أيوب، اسمك في الإذاعة مسموح تنفع القلوب وليس في الآداء. مع كتاب هذه الأمسية الرائعة نختتم بأحلى ما يقال وأجل ما يقال هو كلمات الله سبحانه وتعالى آية الذكر الحكيم. ونشكر قبل أن نبدأ الشيخ، نشكركم جميعا ونحتفلكم مرة أخرى إن شاء الله بمناسبات أحلى وأجمل. وأذكر أن نجوى اللجنة الفكرية لاتحاد الكتاب صالون شهري يعقد في الثلاثاء الأول من الشهر، وإن كان مرة باستثناء عملناها الثلاثاء الثاني لأن الدكتور كان عنده ظروف فأجلنا ذات أسبوع. برحبكم دائما وسعيد بحضوركم وحضور الدكتور عبد الحميد يونس، وشرفنا بهذه الليلة وبهذه الندوة، ونشكركم جميعا ونلتقي على خير دائما. كل عام وانتم بخير، ونختتم بالقرآن الكريم. بس ان انا ارحب باخويا الصحفي الكبير الاستاذ المغازي، عزب انا بعتذر، هو جاي بمنصوره مخصوص عشان جاي يحضر معانا اللقاء. شكرا لمحمد تاغر، شكرا للاستاذ عبد الناصر يونس، شكرا للاستاذ فؤاد فوزي يونس، شكرا للاستاذ احمد ياسين، شكرا للاستاذ محمد محسوب، وشكرا لكم جميعا وفضل الشيخ بيقول لي اشكر الزوجة والعمال. ايوه شكرا للزوجة والعمال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm.
لمصر بأنواعها. شكرا لفضيلة القائد العلامة الشيخ سامي علي أيوب، كما لا أنسى شكري للغائب الحاضر الأستاذ الدكتور وائل عبد الله الذي كان سبب المعرفة بيني وبين معالي الأستاذ الدكتور عبد الحميد يونس. أشكر هذا الرجل الخلوق الغائب الذي يحضر دائما بأدب وقدر جمع الطيب الكريم، هكذا انتهى الحق الكريم. شاكرا للأستاذ الكبير نوال مهنا، الأستاذ الدكتور علي مطاوع، مرسي بك الحال، الأستاذ الدكتور صابر عبد الدين يونس، كل النقاد، كل الكتاب، كل المفكرين. كانت ليلة جميلة وستظل في الأيام دليلة، فلا تكن على نفسك مهين، استشاهدها على قناة العالم الجميل ناصر سلام، قناة الخير لكل مبتدئ. نسيت أشكر الأستاذ شادي، الأستاذ حلم السعيد، الأستاذ خالد حسين، شكرا لكل اللي بالقاع، شكرا جزيلا.